ضلوا يكرروا لنا هاي الحكايات. ضل واقف بس هو يحكي حكاياته، هو واقف ولا ولد؟ عمو عمو اعمى الدبب. متاسف يا عمو، قلت له هذا الولد اللي قبل كم سنه استقبله. الله علي يا عمو، متاسف اللي صحت فيك، شو بقدر اساعدك؟ قال له يا عمي عندي سؤال لإلك. قال له تفضل. قال له شايفك واقف وبتحكي حكاياتك ومفيش حدا يسمعك، شو السبب؟ قال له يا عمو زمان كنت احكي حكاياتي عشان اغير العالم، اليوم بحكي حكاياتي عشان العالم ولا يغيرني. هاي هدية لسلمان للعالم ولا غيره. شكرا لكم.